various activities. The Student Activities and Welfare Department is hosting one of the prominent figures in Egypt. This doctor has received his PhD degree at the University of Wales and has been chosen as number 13 of the world's most influential people by the Time magazine. He is noted for his understanding everyday language, his friendly approach, and the power of his messages to motivate. He promotes community development in his shows like Call for Coexistence, Life Makers, and For All the Stories. Please, if you have a question for him, write it down. Give it to the ushers so that he answers it later in the seminar. Please welcome with me Dr. Ahmed. وفي ناس مش عارفه تعمل ايه، في كل حاجه موجوده.
انت اي اختيار مختار لنفسك؟ انت هستفيد ايه؟ انا المعنى اللي انا الاولاني اللي انا عايز اقوله لك ابني ابني مالكش دعوه بحد. ابني ابني يعني انت كائن شغلتك تصلح، انت اتخلقت اصلا عشان كده. يعني ممكن تعتبر ان انا كلامي اللي انا بقوله لك ده كلام وطني على مصر، وممكن تعتبره كلام ديني بصميم الايمان، وممكن تعتبره كلام للحياه. ابني انا بصحى الصبح بفتح الجرايد، فلما بفتح الجرايد بلاقي في الجرايد كله مشاكل. كويس؟ انا بقول لنفسي ما انا ممكن احبط، انا هشتغل بنا النهارده، انا شغال باليوم. يعني ايه؟ اذا كنا مش عارفين نشوف الفيجن لبلدنا بعد 10 سنين من الان، اذا كان ما حدش عنده بلان او عنده القدره ان هو يحط استراتيجيه للخمس سنين اللي قدام، خلينا اشتغل باليومين. انا حابب، انا اول حاجه بوجهها لكم يا شباب ان يسيطر على دماغك انا شغلتي ايه في الدنيا دي؟ انت اصلا هنا ليه؟ انت شغلتك تبني، وتبني اوعى تفتك وتبني انك تعمل زي تبني محاضرات اصلاحيه او دينيه، لا، تبني في مجالك. انت في كليه ايه؟ انا في كليه اعلام. ابني ما تبنيش. انت في كليه ايه؟ انا في كليه هندسه. ابني. انت في كليه ابني. كل واحد يبني على قد ما يقدر. ابني ولا رطوبه. ابني مش بس كلام، ابني مشاعر. ابني طبطبه. ناس غلبانه اليومين دول عايزه حد يطبطب عليهم. من اول الناس اللي بيشتغلوا هنا في الجامعه لغايه ابويا وامي في البيت. الناس عايزه تبني، عايزه طبطبه. عايز ابني بالكلمه الحلوه. يعني انت شغلتك تصلح. والله العظيم انت اتخلقت عشان كده. سر الخلق انزلوا الارض وصلحوا فيها. عمروا فيها. ممكن تعمري طول ما انت ماشي. صلح. ابني عمر. جملها. امشي من الدنيا وهي احلى. على فكره دي فكره حلوه قوي انك تقول لنفسي انا جيت الدنيا دي بس مش همشي منها الا وانا محلينا على الاقل في حته اللي انا ساكن فيها. حلينا جميلنا. وتنصت لنفسك بالطريقه دي. انت بتعمل ايه؟ انا طالب باخد المذاكره واروح اذاكر في البيت واروح لغايه ما يجي يوم الامتحان هروح امتحن. ايه؟ هو ده اللي انت بتعمله؟ انا يا دوب بذاكر. وبعدين ان شاء الله لما اتخرج هشوف انا الدرجات بتاعتي جابت كام عشان اشتغل في شركه، وبعدين ان شاء الله اتجوز، وبعدين ان شاء الله اخلف، وبعدين اجيب شويه فلوس، وبعدين اموت. بس انت موافق انك تعيش كده؟ انت ترضى ان هي دي تبقى حياتك؟ هتقولي طب ما هو في ملايين عشان كده وماتوا كده، صح؟ بس انت مختلف، انت ما اتعلمتش اي تعليم. انت على فكره انت التعليم اللي انت اتعلمته هيبقى في رقبتك بعد شويه. انا كلمتين انا بقولهم ايه؟ في جامعات ثانيه ما اقدرش اقولهم فيها. لان يا حرام ما تعملش التعليم ما يتعاملش مع دماغه بفكره السيرش وفكره حريه الفكر، تعامل مع دماغه على مخزن بيعبي فيه المعلومات عشان يوم الامتحان بفتح المخزن نزل المعلومات الحمد لله فضينا دماغنا وايه؟ انت ما اتعلمتش كده. اتعلمت ان في بدائل وفي اختيارات. حرام التعليم اللي انت اتعلمته تحوله ان انت ما بتبنيش. ابني يا شباب انتوا الكليه اللي انتوا فيها دي هتتحاسبوا على تعليمكم فيها يوم القيامه. انت اتعلمت غير الدكتور، بس ربنا مش هيحاسب الناس كلها زي بعض. ربنا بيحاسب الناس على قد ما اعطاهم من امكانيات وقدرات، فمنها التعليم. احنا في مصر ما بنتعلمش. انا اعرف بنت كانت بتدرس دكتوراه في لندن، فبتحكي لي انها اول ما راحت هي كانت خريجه احد الجامعات المحليه مع احترامنا لكل الجامعات، فراحت لندن فلقت سؤال في موضوع كده كبير، اكتبي رايك في الموضوع الفلاني. فهي قامت ناديه الاستاذ قالت له اكتب رايي ولا اكتب اللي موجود في الكتاب؟
شو انتوا بتضحكوا على الحكايه؟ قال لها لا اكتبي رايك. قلت له انا ممكن رايي يختلف مع الكتاب، قال لها اكتبي رايك. فبتقول قعدت قدام الورقه 5 دقائق. طب انا رايي مسكينه هي رايحه تدرس دكتوراه في انجلترا بس هي ما تردش كده. كلمه اكتب رايك يعني ايه اكتب رايك؟ انتوا اتعلمتوا كده. فحرام. وبعدين طبيعي يبني لو اللي ما بيفكرش كده، ما اصل هي طريقه التفكير بتحكم النجاحات في الحياه. لو اللي ما اترباش كده واتعلم كده ده اللي هيبني الضيق الافق اللي ما اتعلمش. احنا 17 مليون امي. احنا مصر في الامم المتحده من اسوء 9 دول في العالم في نسبه الامنيه. دول ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. انت متخيل؟ يعني الامم المتحده مرتبه الدول اللي فيها تعليم. فرقم 1 جورجيا، مش عارف دي اللي 100% تعليم، وبعدين الولايات المتحده الامريكيه، وبعدين اسرائيل رقم 12، مصر كام؟ 186. صحيح. طيب يعني 186 يعني ايه؟ يعني اقل نسبه تعليم. نسبه المتعلمين قليلين. كويس؟ طب المتعلمين صح. مين المتعلمين القليلين اطلاقا؟ تخيل انت واحد منهم. انت مدرك انك هتتبنى، على فكره هي حلوه بس انت مدرك انك هتتحاسب عليها. والله هتتحاسب عليها. يعني انت قليل من قليل من قليل من قليل. انت في الاخر في الدائره الصغيره دي. انت اللي اتعلمت بجد. ممكن تبقى صاحب رساله، ممكن تعيش عشان تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتموت. عشان دي مش عيشه. امال مين اللي هيبني؟ انت متخيل انت متخيل يعني 17 مليون ام يعني فرقه مصريه ما بيعرفش يقروا ويكتبوا؟ يعني لما بيعدي الاتوبيس بيسال جنبه هو ده رقمه كام؟ ما هو ده يعني كده ام يعني مش عارف يقرا الاتوبيس رقمه كام؟ يعني انا حكوا يعني انا الاسبوع اللي فات من اسبوعين كده تقريبا جالي ايميل من باللغه الفرنسيه طبعا ما بعرفش اقرا فرنسي. فعندنا حاجه في صومال حاجه اسمها راجل ترجمه فما لقيتش حد صح وشكله مستعجل طبعا مش فاهم بس شكله مستعجل. فقمت بعته على النت على عمرو خالد بيج على الفيسبوك قلت له الله يخليك اللي بيعرف فرنساوي يترجم لي ده بسرعه كده انا محتاجه. فرد عليا 3 قالوا لي ده الماني مش فرنساوي. فاكتشفت ان انا مهم جدا في الفرنساوي والالماني يعني ما انا لا عارف ده ولا عارف ده. دخلنا في 17 مليون يعني ابيض يعني. يا وهو مش حسيت ان في مشكله خلي بالك هو مبسوط كده. انت متخيل بقى انت عدلك قد ايه؟ حرام. من النهارده انت صاحب رساله. دي اول رساله يا رجل. انت صح انت مش رقم زياده، انت رقم يفرق. انت مش واحد. لا انت الالف. يعني كل واحد في القاعه دي تضربه في الف. ليه؟ لانه اتعلم غير كده. وضعه المادي مختلف. مش بينحت. لسه اول امبارح في كانتين بيوزع اكل ببلاش على منطقه فقيره. صناع الحياه شغالين في المنطقه دي بيقدموا اكلات. ففي ولد بيجي كل 4 ايام ياخد الاكل بتاعه. فالشاب اللي صناع الحياه بيقول له يا ابني انت ما بتجيش كل يوم ليه؟ قال له اصل الدور مش عليا. حد فين؟ عنده 4 اخوات. الدور في الفطار. يعني كل 4 ايام واحد يفطر. ما اقدرش اقول له انت صاحب رساله انزل وصلح في البلد، ما اقدرش اقول كده. ما اقدرش اقول للي ما اتعلمش انت صاحب رساله. حتى لو قلت له كده هقول له طبعا اكيد هقول له بس توقعاتي الاكسبكتيشنز اللي هو هيعملها 3% 5%. لكن انا النهارده انا اللي عايز اجيبكم. انا اللي جيتكم. يعني مش انتوا اللي طالبيني، انا اللي ساعدت ليكم. لازم تكون صاحب رساله. علشان انت متعلم تعليم مختلف وعلشان انت وضعك المالي والاجتماعي مختلف انت قادر على العطاء. في حاجه اسمها شكر النعمه. اشكر نعمه ربنا عليك بالعطاء. مش عايزك تدفع فلوس. انا عايزك انت. انا عايزك انت. عايزك تدي. طب ادي في ضمانك على حاجه تدي فيها. لازم تبني في حاجه من اول العماره اللي انت ساكن فيها للكليه اللي انت فيها
لقيت من اول وجه مبتسم من اول ده انا لصاحب كلمات كده تشجع الناس، ده هنا لمذاكره تنحت في المذاكره مش عشان تاخد درجه بس عشان عايز ابني، عشان عايز ابني بلدي. الراجل الخواجه الياباني راح ياخد دكتوراه في امريكا في ازاي تعمل موتور. قبل ما ياخد دكتوراه كان عارف يعمل موتور رجع قال لهم عملت يعني احنا يا جماعه بقالكم متعلمين في مصر ازاي تجمع درجات عشان تنط وانت في ثانوي من فوق سور اسمه سور الثانويه العامه. نطيت من فوق السور بما جبت درجات، ازاي تخش الكليه عشان تاخد شهاده؟ الموضوع مش كده، انت هتذاكر بطريقه مختلفه. انت السنه دي واحد تاني. انت هتذاكر عشان عايز تبني. عشان هتبني البلد دي، عشان انت المهبل. مفيش حد الكواليفيكيشنز بتاعته تسمح له ان هو يبني قد الناس اللي في الناس هذه الجامعه. ولاد وبنات. فممكن يا بنات تنوي النهارده انا مش هتفرج، انا هبني في بلدي. والخانق اللي عايزينها ويشتموا بعض على انت زي ما هم عايزين وتغيب الفيجن. انا مش دعوه، انا في حديث للنبي بحبه قوي قوي قوي. الحديث ده لو بيقولوا فيلسوف من فلاسفه يعني لو فيلسوف اوروبي مثلا قالوا كانوا في الغرب السوري كده حطوا له تمثال وقالوا ده قال. بص الحديث بيقول ايه؟ إذا قامت الساعة، عارفين؟ إذا قامت الساعة، لو يوم القيامة قام وفي يد أحدكم فسيلة زرع نخل فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. إذا كنت متخيل السماء بتتشقق والأرض بتتزلزل والبحر بيطلع نار وخلاص يوم القيامة، يوم القيامة خلاص انتهى وأنت في يدك زرع نخل. أنا اللي أنا أفهمه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيله فليلقيها وليقف صح يضحك نفسه او يسكت على الله او يستغفر ويتوب او يمسك المصحف ويقعد. انا مستغرب كده بقى النبي هو اللي بيقول اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع الا تقوم اجري بسرعه احفظ لها. ايه ده؟ طب يا رسول الله ده ما حدش هياكل منها اغرسها. يا رسول الله زرعت النخل بتطلع في 10 سنين والساعة قامت مالكش دعوة حطها. طب اعمل كده ليه؟ انت شغلتك تصلح. لو القيامة قامت مالكش دعوة اقعد صلح. حتة حديث يعني واو يعني حاجة حاجة غير طبيعية. كأنه بيقول لك ايه؟ طب ايه بقى اللي هيحصل لك في الدنيا اسوأ من قيام الساعة؟ ها الدنيا بايظة، البلد بايظة، انت مالكش دعوة اغرسها. دي الخطرة. البناء البناء البناء. عهد على كل واحد حاضر المحاضرة دي باللي اداك ربنا من علم وامكانيات مش هتطلع من الباب ده الا وانت بتفكر بكلام صادق مع نفسك. انا حابب ازاي؟ انا لازم ليا دور في البناء. طيب دي الخطرة. الخطرة التانية أو المعنى الثاني أو بلاش خطيرة، هي رسالة. الرسالة الثانية اللي أنا عايز أقولها لكم إحنا في مصر، فأنا كل الرسالة بتجي من موضوع مصر. إحنا في مصر الفترة الحالية أول مرة إحنا كنا يعني في إطار مغلق. أول مرة انفتاح على كم رهيب من الأفكار والأشكال وده ليبرالي وده علماني وده إخواني وده سلفي ودون مسلم ولو مسيحي والدنيا عماله تتفرج وعماله تتلخبط وده بيخبط كده وافكار كتيره وكله طلع على السطح وكله بينط على بعضه. انت موقفك ايه من الحكايتين دي؟ انت عندك رايك الخاص طبعا ومش ملزم انك تلتزم برايي، بس في فكره حلوه قوي اتعب انتها في الحياه. فكره ان لازم المصريين يتعلموا يقدروا بعض. كلمة التعايش كو اكزيستنس. كيف نعيش مع بعض؟ كيف نعيش مع بعض مسلم ومسيحي؟ نحترم بعض ونقدر بعض ونتفاهم مع بعض وندور على منطقة الاوفرلاب بيننا وبين بعض ونشتغل. فكرة القبول، فكرة التفاهم مع الآخر، فكرة التعايش.
وانا لا اخفى عليكم، انا سبت مصر سنه 2000، انا سبت مصر منتهى الشجاعه، انا كنت احارب فيها، احكم على القضاء من رايي انا، مما اراه انا حق، وكان الحق محتكر لي انا، انا كنت افكر. ومش عايز اقول ان انا كنت اكستريم في النقطه دي، لا مش قوي كده، انا طول عمري معتدل، بس كان عندي اشكاليه. لما يتقال رايي قدامي انا عندي راي خاص يبقى كده راي غلط، حتى ما بديش لدماغي فرصه ان انا افكر. طب ما نسمع الراي التاني. الحقيقه انا عشت في لبنان لما سبت مصر، عشت في لبنان وهو بلد فيه 17 طائفه، وعشت في لندن وهي تعتبر عاصمه للعالم، فيها كل العالم. ولو كنت فضلت بفكر بالطريقه الاولانيه انا اعتقد ان انا مش هبقى في المكان اللي انا فيه دي. فكره اسمع، المصريين محتاجين كده. ليه على طول الخناقه قبل ما تسمع؟ كاني الرساله الثانيه اللي بقولها لكم، يا ترى في الجامعه البريطانيه خلي طريقكم في التفكير. انا حاليا بعمل ايه؟ اي فكره تتقال قدامي حتى لو كانت غريبه. طب ما نفكر فيها. طب ما نسمعها. طب ليه نرفضها قبل ما نتكلم فيها؟ طيب هي من وجهه نظري غلط. طب اللي قال ده، هل في اي منطقه تشاور بيني وبينه ممكن اجتمع عليها؟ هل في اوفر لاب؟ هل ممكن نشتغل في منطقه؟ الطريقه دي في التفكير هتكسبك الناس ما كسبت. انك تفكر وبعدين طب خلاص انا مش قادر فكرتك. لا لا. طب ليه؟ طب ما بدل ما اتخانق معاك هدور على ايه المنطقه المشتركه بيني وبينك؟ هو سؤال يا جماعه، هو الاختلاف اختلافنا عن بعضنا ميزه ولا عيب؟ ولا عيب؟ ميزه. حد يقول عيب؟ حد جدع كده يقول طبعا عيب. ميزه ولا عيب؟ ميزه. ايوه كده. لا طبعا ميزه. انا عايزك تتخيل حاجه، عايزك تتخيل حاجه. انا عايزك تتخيل لو طلعت بكره الصبح من بيتكم رايح الجامعه، جيت الجامعه لقيت كل الناس شبهك. وبعدين تخيلوا يا ولاد، ده انت تميزك في اختلافك في شكلك، وبعدين لبست لبسك لقيت كل الناس لابسه نفس الالوان بنفس اللبس. وبعدين ركبت عربيتك لقيت نفس الناس لك بنفس العربيه بنفس الموديل بنفس اللون. يحصل لك ايه بعد اسبوع؟ هتدور. بالظبط زي ما انت عملتي كده، يجي لك صدمه عصبيه. تتجنن. طب انت مستغرب من ايه؟ طب ايه رايك لو كل الناس بتفكر زيك؟ يحصل ايه بعد شويه؟ يعني انا بستغرب من الرجاله والستات اللي يقول لك انا متضايق جدا مراتي مختلفه عني، ما بتتكلموا في ايه لو انتوا الاثنين شبه بعض؟ يعني اديكم مثل تاني، انا عندي ولدين علي وعمر. انا ومراتي لينا طريقتين مختلفتين تماما في تربيه ولادنا. العكس، انا طريقتي في التربيه الانفتاح، عايز العب كوره روح العب كوره، الانطلاق، رؤية الحياة، جرب واغلط، ومراتي النظام، يصحى الصبح في ميعاده عشان ينام بالليل بدري عشان يروح المدرسة بدري، مفيش فرجة على التلفزيون بعد الساعة كذا، مفيش كذا. تخيل طب أنا أعرف بيوت بتتهد بسبب الاختلاف ده. لكن جت مرة مراتي سنسيت، هو مش الطريقتين ممكن لو اتفهمنا يبقوا مفيدين لأولادنا؟ فيطلع منفتح منضبط بدل ما يطلع منفتح وبايظ، او يطلع منضبط ومقفل. تيجي نتفاهم مع بعض. تصدقوا اول ما عملنا كده احنا استريحنا والولاد استريح. تكاملنا. تفاهمنا. علما بان في حاجات بتعملها مراتي ببقى متضايق بس ساكت. يعني طلع ماتش 10 دقايق ونهائي تشامبيونز ليج ولقيته نخش نام، حاجة رخيصة. لكن بقول في المقابل ان في منطقة مشتركة. اصبر.
لان انا هاجي بعد كده واقوم قايل لها ايه سيبوني 48 ساعه واخده مش عارف ونطلع نروح فين وبعدين نتعشى فين وبعدين نخرج فين. فنظبط البيت. ممكن تبص الاختلاف ايه؟ انتوا يا شباب هنا جوه الجامعه كلكم ميه واحده، لكن بره السوق ده في مليون شكل مختلف. بعدين تروح تتخرجوا، لو انت متربي جوه البوتقه دي مش قادر تتعامل مع الساحه الخارجيه هتتكسر بسرعه. القادر على التعايش ملك، الفلكسبيتي عنده عاليه جدا، والاحادي مسكين يعني ده اول خطه بيتكسر. خليك ملك. في فرق كبير انك تجيب ازازه الميه المعدنيه، عارفينها البلاستيك دي، لما تعملها كده بيحصل لها ايه؟ تتطبق مش كده؟ لكن كره التنس لما بتعملها كده بتعمل ايه؟ ترجع زي ما كان. ده الفرق بين المرونه وعدم المرونه، ده الفرق بين القدر على التعايش. انا خايف عليكم. انتوا زي ما كان عندكم ميزه ان انتوا تتعلموا تعليم غير عادي، انا خايف لما تنزلوا للحياه ماشيين بقى كده وكده، فمين يعني ماشيين بقى؟ يعني كده بهوات. لا خشوا في الدنيا وافهم الدنيا وتعامل مع الدنيا. انا عايز اترك لكم مثل تاني. بصوا حوالينا كده في كام لون في القاعة بلبسنا كل حاجة، كام لون؟ كتير جدا مش كده؟ هو أصل الألوان كام لون؟ ثلاثة؟ لا ثلاثة مش واحد، ثلاثة. إيه الثلاثة؟ حد عارفهم؟ أحمر وأزرق وأصفر ولا أخضر؟ أصفر مش كده؟ ثلاثة. طب إيه رأيكم لو الثلاثة لا يلتزموا بعض؟ لا طبعا يا لا يا لا مش بني طبعا لا انا دفع فلوس ثلاثة لا هم خلاص كده احنا احمر وازرق واصفر ثلاث الوان. تخيلوا يا جماعه لو الثلاثه دول لا يمتزجوا بعض كم تكون الحياه فقيره؟ فقيره مش كده؟ طب تخيلوا لو لون بيطلع على لون بيفرض رايه على لون تاني يبقوا كام لون الثلاثة؟ فاهمين أنا عايز أقول لك إيه؟ لكن لما امتزجوا بنسب طلع هذا الغنى والثراء والميزة والتعدد الرهيب من الألوان. شفتوا المعنى؟ تعايش. الاختلاف ميزة بس إزاي هتستخدمها؟ وشوف القرآن وجماله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ايه ده؟ ايه الرؤية دي؟ عايز يقول ايه؟ وبعدين قايل لك ايه؟ ولذلك خلقهم. خلقهم عشان يبقوا مختلفين طبعا، ما الدنيا تشتغل ازاي؟ الله بقى القرآن رؤيته كده واحنا هتبقى عقولنا ضيقة كده. يبقى الرسالة الثانية يبقى الرسالة الأولى كانت ايه؟ الرسالة الأولى انت صاحب رسالة بنى في الحياة، يلا اخرج من هنا واشتغل. الرسالة الثانية تعيش، خليك مرن. الرسالة الثالثة رسالة إيمان. رسالة إيمان. صلوا يا شباب. صلوا مسلمين ومسيحيين ومؤمنين، صلوا. اعبدوا ربنا. اعبدوا ربنا عشان تاخد إيه؟ غير نظرتك للعبادة. من نظرة العبادة تكليف. العبادة مضطر أصلي علشان أصلي. غير النظرة أنا محتاج إيه؟ أنا عايز أكمل. أنا السجدة دي بتديني إيه؟ أنا ذهابي للمسجد أو للكنيسة مش مجرد خطوات، دي طاقة. دي طاقة إيه؟ على فكرة ده هدف العبادة في الدين. خد ايه؟ انت مش مطلوب منك تصلح في الارض، خد ادوات علشان تعينك على اصلاح الدنيا صعبه. الدنيا صعبه التعامل مع الناس مش سهل. طب تاخد ايه وازاي تحط؟ يا شباب يا بنات اللي ما بيصليش يصلي. يصلي عشان كده. انا محتاج نور، انا محتاج قوه، انا محتاج طاقه، انا محتاج اعمله عشان يقويني. صلوا صلوا للفكره دي. ولذلك ممكن تسبح وانت ماشي، انت راجع مع مريضك كلمه
يا رب ما ليش غيرك امين. انا عشت عنك بقيت كثير عيني وخليني قريب منك. دي العباده، دي العباده انك تحس انك خدت قوه فاطلقت حاجه، عملت مشروع. طب صدقوا يا جماعه، انا ساعات يبقى عندي مشروع عايز اخلصه، حاجه في صناع الحياه، حاجه في محتاجه تليفون، واعمل تليفون لشخص شخصيه هامه او حاجه وما اجيبش نتيجه. او ما خدت كده ركعتين والله العظيم ركعتين وجبتين على رب خلص الموضوع، وفاجئ ان انا ما بغيرش صوتي وانا بتكلم واخدها. يا فندم انا عايز الموضوع الفلاني عشان كذا كذا كذا، ارجوك ساعدني فيه. ابص لي يقول لي طيب حضرتك هيخلص والله لسه حاجه من اسبوعين خلصت بالطريقه دي. العباده ايوه، العباده مش تكليف، مش تكليف. هو مش عايز العباده حاجه، هو ده اللي بحصل هو هيزداد. يا استاذ والله العظيم يعني هيزداد قوه، يعني هل الاله يزداد قوه او يزداد استغفر الله العظيم الساتسفاكشن عنده يزيد؟ هل ممكن يكون الاله كده؟ طب ليه؟ انت محتاجه عشان تبني. عشان كده بعت لك رمضان ويقوم محمسك يقول لك عندي حسنات كتير قوي 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 واعبدني في اليومين دول. فانت تقول يا وهاخد كذا وهاخد كذا وانت الاجر كذا وهاخد ثواب كذا ولو عندي مستنيات يقول لك كل ده. طب هو بيعمل معاك كده ليه؟ علشان تعبده. طب اعبده ليه؟ عشان هو اصلا هدف خلقه ليك انك تصلحه في ارضه، اللي هي النقطه الاولانيه البنى. فانت عشان تصلح في ارضه لازم تاخد طاقه. طب تاخد الطاقه ازاي؟ هتاكل احط لك مطر وزرع، بس دي طاقة البدن. طب وطاقة الروح محتاجة عبادة، فأنت مكون من جزئين، أنت مش من حتة واحدة، أنت جسد وروح. المخلوقات الأخرى عبارة عن مادة واحدة بس، الملائكة نور، الشياطين نار، إنما أنت الوحيد اللي متركب من تركيبتين، بادي جسد جاي من تراب الأرض، وروح جاية من نفخة السماء. ياه إيه الكتالوج ده؟ وكل واحد من الاثنين بيحن للحته اللي هو جاي منها وبيرجع للحته اللي هو جاي منها. فالجسد بيحن للارض وله متطلباته وله غذائه اللي جاي من الارض، اكل وشرب وخروج وفسح وعلاقه رجل وامراه. طب والروح؟ عايزه حاجه من السماء لانها جايه من السماء. ياه. طب ولو غذيت واحد وما غذيتش الثاني تتعب. كتالوجك كده يا اخي، خليتك كده اعمل لك ايه؟ طب هغذي الجسد، غذي الجسد. طب والروح صفر؟ حته الكريستاله الرقيقه اللي جواكي اللي اسمها الروح عماله تتخدش، عماله تصرخ، عماله تعجز، وانت لسه عندك 20 سنه. لو سمعتينا بتقول حرام عليكي، عايزه اكل، غذائي راح فين؟ غذائي التسبيح. ده دور الايمان، مسلم ومسيحي، ده دور الايمان في الحياه، طاقه للبنى. لكن ايمان علشان انا بعبد وبس. طب وبعدين صلاه؟ طب عشان كده قال لك امن وعملوا الصالحات. الايمان للبنى، الايمان عشان تبني. يعني لو تخيلنا ان انت ماشيين في انبوت وفي بروسيسنج جوه وبعدين اوت بوت. طب الانبوت ايه؟ اكل وايمان. البروسيسنج يطلع ايه؟ المخرجات، اصلاح الارض، بنى. هو ده، هو عايزني كده. ده التصميم المفروض يكون، الديزاين المفروض يطلع كده. فالخطيره الثالثه عبود ربنا. وعلى فكره يا جماعه احنا في 9 ايام، احب 9 ايام لربنا من السنه، زيهم زي يعني يوم عرفه اللي يصوم يتغفل له السنه اللي فاتت والسنه اللي جايه. يوم واحد السنه اللي فاتت تتمسح والسنه الجايه تتمسح. النبي يقول لك الدعاء بمعرفه مسريه. انا كل دعوات حياتي خلصت في معرفه. انا قعدت 10 سنين ما بخلفش، جيت يوم عرفه ودعيت دعاء ما مضيش اسبوعين كان راضي حالي. عليه ابني ده جايب معجزه في يوم عرفه. انا في يوم من الايام على عرفه دعيت الدعوه دي، يا رب بلغ صوتي للدنيا. أنا كان ساعتها عندي 22 سنة محدش يعرفني. ومش عارف أنا دعيت الدعوة دي ليه؟ ما تستهونوش بالأيام اللي إحنا فيها دي، إحنا جوانا. أحب أيام لربنا في السنة دعاتها مستجابة.
اوعى دي الخطوة الثالثة. يبقى ابني واحد تعالش، اثنين اعبد، ثلاثة الرابعة وقبل الأخيرة هم خمس، الرابعة ما لسه بكوني في الكلمة، اتحرك. اتحرك يعني اتحرك، ما جيت أبوه وروحي يقول لا 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 دي مش اتحرك، ده الطابور. طابور ايه؟ انت عارف عدد الطلبة في مصر كام في الجامعات؟ حد عارف الرقم تقريبا كام؟ يعني بنتكلم سنويا في ربع مليون. يعني انا كنت في جامعه حلوان من كام يوم بسالهم على طلب جامعه حلوان كام؟ قالوا لي 195,000. قلت لهم طب وعدد جامعه القاهره كام؟ قالوا لي 250,000. قلت لهم طب عين شمس، طب اسكندريه، طب انت متخيل بقى طابور والبلد ما فيش فيها شغل، انت توصلك احسن صح، بس في الاخر هو في طابور واقف. ممكن تكون في اول الطابور بس في طابور، والطابور طويل طويل. اتحرك يعني عايزني اتحرك اعمل حاجه، روح تعلمك لغه زياده، روح خد لك كورس ممكن يفيد، مش بتحرك يعني بتذاكر، بتذاكر هتذاكر لازم هتذاكر، فين الحركه الاضافيه؟ اتحرك خد لك كورس تعلمك لغه، سافر لك في الصيف، وانت بنات سافر في الصيف، روح معاك وقعد لك شهرين تشتغل في بلد بره، تشتغل اي مكان تشتغل بس تروح اتحرك، اتعلم رياضه جديده، اتعلم تصوير وانت ما بتعرفش تصور. فين احمد؟ تعال بصوا كده على ده، الجدع ده طالب في الجامعه الامريكيه، كويس؟ ده الراجل ده قابلني مره قال لي انا بصور كويس، قلت له يا عم فرجني. فرجني الولد ده موهوب جدا. قلت له انت اتعلمت فين؟ قال لي انا باخد كورسات وباخد جوائز عالميه. انت بتدرس ايه يا احمد في الجامعه الامريكيه؟ اعلام. لكن عنده مهنه جنب الاعلام. اتحرك. والله العظيم اللي ما بتحرك في مصر الخمس سنين الجايه هيتداس، والله هيتداس. لانها زمن خمس سنين صعب، ومش مصر عالميا. شوفوا اليونان بيحصل فيها ايه؟ شوفوا ايطاليا بيحصل فيها ايه؟ اتحرك، اللي مش هيتحرك هيتداس. ملهاش دعوه بمين؟ ولا معاك فلوس ايه؟ ولا ابوك هيشغلك بكره في الشركه اللي عنده اول ما تتخرج من الكليه، ما انسى الكلام ده. يا عم ما احنا ياما شفنا ناس وفشلت، وابوهم بيديهم كل البلاتفورم محطوط له وفشل. اتحرك انت، اتعب على نفسك. والله يا جماعه اللي بيتحرك هو اللي بيطحن، وهي الطحنه ايه غير وقت الجامعه؟ وهو التعليم بيجي امتى؟ وهو الخبرات بتبدا امتى؟ من الجامعه. انا وانا في الجامعه ركبت اتوبيسات ونطيت من اتوبيسات وركبت قطر قشاش، وقع عليا مش وانا رايح الصعيد عشان كنت عمال اعمل اعرف التطور الخيري في الدنيا كلها، ونمت على البلاط في فبراير في اسكندريه، وركبت ميكروباصات وطوقت في الموتورات. تعرف انا طوقت؟ طوقت يعني بقيت ومعيش ما اشتريتش مسكره فادفع زياده جوه البلاط. يا عم اتعب شويه، اتعب شويه كده اتحرك. الراجل الفلاني ده عنده خبرات كذا، روح الزق له اسبوع، لو قلت له ممكن اجي اشتغل عندك في المكتب؟ ما عنديش يا ابني شغل. تقف على الباب اتحرك، اتعب على نفسك. والله دي اغلى نصيحه، ما تقفش، اتحركوا يا جماعه علشان العمر صغير. والله العمر انت فاكر ان انت عندك، انا امبارح كان عندي 20 سنه. اللهم صل. خلي بالك انت اليوم 24 ساعه، بتنام كم ساعه؟ 8، كويس؟ وفي شباب بيناموا كام؟ ما 8، انا بقى على 8. 8 ساعات يعني ثلث اليوم، مش كده؟ ثلث ال 24 ساعه. يعني انت ثلث عمرك نايم.
ادي التلت برضه خليتها كده التلت برضه. طب التلت التاني بتقضي حاجاتك البيولوجيه، بتسلم وبتاكل وبتشرب وبتخش الحمام وبتستحمى وبتحلق دقنك. تلت انت بتلعب على تلت. انت احنا الحدوته بتاعتنا كلها تلت وانظمه. احنا مش 70 سنه ولا 80 سنه من الصحر، احنا 20 25 سنه. اتحرك خصمين وصلين، اشتغل انجز وما تجيش تحت. الإمام محمد الواحد بيقول له متى يجد الإنسان طعم الراحة؟ قال عند أول قدم ضاع في الجنة، أما قبل ذلك فالراحة. يا أخي اشتغل في الدنيا ما تقولش تعبت، هتنام في القبر لما تشبع. أوه لا، لكن اشتغل اشتغل في الدنيا، اشتغل. الراحة جاية مش دلوقتي. أنا بيعجبني قوي كلمة أبو بكر الصديق، كلمة حكمة. بص بيقول لك إيه؟ بيقول لك والله ما نمت فحلمت، ما عنديش وقت انام واحلم، ولا سهرت فغفلت. عارفين بيقعدوا على القهوه وايه؟ وبعدين ياخد الشيشه وبعدين يتفرج على الدخان وهي طالعه ويسرق. طب في واحد سقف قوي يعني. فهو ابو بكر يقول لك والله ما نمت فحلمت، ما عنديش وقت، ولا سهرت فغفلت، وانني لعلى الطريق ما زهت، فبرك فخلت. اتحرك اتحرك، ما تقولش تعبت. عمر بن الخطاب يقول لك متى انام؟ ان نمت بالليل اضعت حق ربي، وان نمت بالنهار اضعت حق الرعيه. متى انام؟ عنده مشكله مش عارف ينام. اتحرك. طب انا اسالك سؤال يا شباب، بذمتك اي حد هنا مش نفسك تمشي من الدنيا وتسيب بصمه؟ طب نفسك ولا لا؟ على فكره دي تصدق ان دي طعمها احلى من انك تعمل فلوس. يعني انا ما كنتش فاهم الحكايه دي زمان. انا دلوقتي هموت عن الحكايه دي. يا ترى هعيش كام سنه بعد ما اموت؟ هفضل عايش؟ طب عايز اتشيفمنت جامد كده عشان افضل عايش. صدقني انا بفكر كده. صدقني ان انا بغيب للناس في التاريخ، كتبهم مخلده من 800 سنه الى الان. واحد اسمه، في كتاب اسمه رياض الصالحين عنده، واحد اسمه الامام النووي. الراجل مات بقاله 800 سنه والكتاب عايش لغايه دلوقتي في بيوتنا. طب اشمعنى هو؟ يعني تخيل تخيل، يا ترى يا جماعه هتسيب بصمات؟ يا بنات يا شباب، يا ترى لما تمشي هتسيب بصمه؟ يا ترى بتجهز للبصمه من دلوقتي؟ في ناس بصمتها على الرمله بشويه ميه وطياره، وفي ناس بصمتها على الهواء مفيش، وفي ناس بصمتها في الصخر نحت مش هيتشاف. نفسك في كده؟ نفسك تموت والناس بتتكلم عنك؟ اتحرك اتحرك. عارف ليه؟ اللي جاي دي جامد قوي، عشان ربنا لازم يقف معاك. متدين مش متدين، قريب من ربنا مش قريب من ربنا. اللي يتحرك سنة الكون، زي ما الشمس بتطلع على المسلم والكافر كل يوم الصبح، اللي يتحرك لازم يموت. احكي لكم حكايه. انا مشيت من مصر يوم 30 اكتوبر 2002 الساعه 12 بالليل. انا كنت يوميها في مفاجاه طرق، يعني انا مش صحيح اللي قال لي مشي. الحكايه دي غير صحيحه. انا اللي اتقال هتقعد في بيتكم مش هتقعد. إلى ما لا نهاية. فأنا كنت بين اختيارين، أقعد في بيتنا معزز مكرم، وأنا أصلاً شغال كنت أوديتور، يعني أنا كيب إم جي وشغال براجع حسابات. فممكن أقعد في بيتنا بينتهي الرسالة، بس تنتهي الرسالة. بس طلع أوبشن تاني، تتحرك، ما تستسلمش، تخرج. أنت متخيل الاختيار؟ طب انت عندك ايه بره؟ ما عنديش حاجه. يعني ايه ما عندكش حاجه؟ يعني انا ما عنديش بيت في لندن، ولا عندي بيت في لبنان، وما عنديش حد يستقبلني، وما عنديش فيزا اصلا. فيزا لندن تفضل فيها 20 يوم وتخلص. ما فيش اي حاجه. لا اتحرك، خد خطوه. انا فاكر ان انا دخلت المطار، يعني طبعا انا اليوم ده كاني ثابت، يعني بدخل المطار فرايح على الكاونتر، فبقول للراجل ايه؟
عندك طيارات ايه رايحه فين؟ الراجل قال لي هو منيو انت رايح تاكل؟ قلت له يا عم في طيارات ايه رايحه فين؟ قال لي في طياره كي ال ان طالعه امستردام. قلت له انا رايح امستردام. من خلال خطوه انت ممكن تقول ايه ده؟ ايه العشوائيه دي؟ هي مش عشوائيه. انا مش هستسلم، انا هاخد خطوه. هي خطوه نحو المجهول صح، بس مش هقف. انا هتحرك. انا هتحرك. صدقوا مسلمان الحلاوه طلع معاهم. وحضرتك بتعرفيني بتقول اختارونا اكثر 13 شخصيه ولا 100 شخصيه في العالم، كل ده حصل وانا رجعت وعملت الدكتوراه، وانا ما كنتش هعمل دكتوراه. ده انتوا عارفين المسيحيه بيقول حضرتك تعرف مين اللي زقني؟ انا زقيت على دكتوراه، مش رايح اعمل دكتوراه ولا كنت بفكر فيها. ايه ده؟ اتحرك عشان ربنا يفتح لك الابواب. والله يا شباب تاخد الخطوه وانت بتقول مستحيل. تمر بسنه وتبص تلاقي الدنيا فتحت. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. مش معناها دي بس، دنيا لا يضيع. وما قالش لا يضيع اجر المؤمن الذي عمل احسن. غلط. لا يضيع سنه من سنن الكون. اللي يتحرك ياخد. ناويين؟ طب هتتحرك في انهي اتجاه بقى؟ انت تشتغل بقى في كله. ها كورس زياده على الانترنت على شيء اكيد كذا 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 كذا. طب انت هوايتك ايه؟ روح خد فيها كورس. طب هتسافر بره في الصيف تتعلم كذا. طب اتحرك. انا ليا صديق ابوه كان اكبر ناشر في مصر للكتب. يعني هو اللي كان بينشر كتب اسطنبول السادات، واللي بينشر كتب عثمان احمد عثمان البحث عن الذات وتجربتي وكتب الاسلام. اكبر ناشر في مصر. فهو ابنه دون ابوه قال له بقول لك ايه؟ انت انا مش عايزك تطلع بيه. ابن فلان اللي هيشتغل لما يتخرج من كليته في مصنع فلان. لا حبيبي. انت وانت في تاني اعدادي عايز في الساحل الشمالي اديك فلوس كويسه تنزل تبيع جرايد، مش احنا بتوع نشر؟ تنزل تبيع جرايد تخبط على الامارات في الساحل وتبيع جرايد اللي هتجيبه اديك قدو. باع جرايد، السنه اللي بعديها قال له انت تنزل بقى مطبعه تشتغل صبي عند العامل اللي بيعمل ازاي الحبر ينزل على بعضه. نزل. السنة اللي بعديها أنت اللي هتمسح المطبعة. السنة اللي بعديها أنت تسافر إنجلترا تاخد كورس في الطباعة في أكبر مطبعة في بريطانيا. السنة اللي بعديها أنت اللي تقعد تحت الرؤساء وهم بيمنوا المذكرات بتاعتهم، تخيل دماغك هتطلع عاملة إزاي؟ السنة اللي بعديها أنت تسافر إمبريال كوليدج تاخد دكتوراه في الطباعة في إمبريال كوليدج. الإنسان ده دلوقتي عبقري. تعب. اشتغل على حاجة. لكن أنا بروح الكلية راجع من الكلية وقاعدين في الكافيه وبنلعب على الفيسبوك بنتفرج على صور بعض وايه وعندي شغال طول الليل ورايح الكليه تاني يوم تعبان. ما ينفعش والله اوعى تعتمد على حبك ولا تعتمد على فلوس. الدنيا بتتغير يا جماعه. ده انتوا مش شايفين الدنيا بتتشقلب كل انتوا مش عايشين في مصر ولا ايه؟ انتوا مش شايفين الدنيا حصل فيها ايه؟ اتعبوا يا بنات. تعالي اشتغلي اتحرك. دي الخطيرة الرابعة. ماشي كده انا جاي معايا. مش قلت لكم انا جايب لكم رسائل ان شاء الله حاجة كده حاجة سوليد كده حاجة ترجع فيها ان شاء الله باذن الله لو كتبتهم بس النهارده بالليل وهم نازلين على عمرو خالد دوت نت وعلى عمرو خالد بيج على الفيسبوك لو حبيت تراجع عليهم. يبقى واحد نسينا واحد ايه؟ الهنا انت صاحب رسالة انت مش اي واحد. اثنين تعايش خليك مرن واقبل الناس وفكر ودور على الاوفر لاب حتى مع ابوك وامك. فين الاوفر لاب؟ انا نسيت اقول لكم الحكايه دي. انا ابويا مش مهتم بالشغل اللي انا بعمله. ابويا دكتور وانا مش مهتم باللي هو بيعمله. خلاص العلاقه بيني وبين ابويا بقت فتره. قعدت افكر طب فين الاوفر لاب؟ على فكره دي بقت طريقه تفكيري اي بني ادم بتعامل معاه في الدنيا. فين الاوفر لاب؟ فقعدت افكر فين الاوفر لاب بيني وبين ابويا؟ ابويا بيموت في الاهلي بيحب الكوره. ماتشات الاهلي انا قاعد بتفرج مع ابويا. نعم واتفكت الدنيا وبعد ما كنا خلاص معاك الكلام قل فتحت. انت بقى انت امك ها الشوبينج مش عارف الموضه ايا كان اعمل اوفر لاب. فيبقى واحد البنى، اثنين التعايش، ثلاثه الايمان. الايمان بالله عليكم الناس ما تصليش لازم تصلي يا شباب. اقعدوا ربنا ليه انت لسه في معرفه
الرسالة الرابعة تحركك ما تقفش على كل ده. الرسالة الخامسة والأخيرة الأمل. الأمل. الدنيا هتبقى أحلى إن شاء الله. هتبقى أحلى بيكم. يعني خلي عندكم أمل كبير كده. وتفائل. دماغك دي عاملة زي حديقة. يا تزرعها ورد يا تملاها مميلات حشرية. فشوف المخاطر فيها ايه. كل حاجة والله العظيم حاجة تنكد. تتفرج على كل التوك شوز. تتفرج على كل الجرايد. تتفرج على بايظة 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 بايظة. طب خلاص طب انا بقى طب ليه اللي عملته؟ طب انا ليه هنا؟ ما هو بايظة بايظة. طب ليه يكلمكم ليه؟ خلي عملك يعني عايزنا ايه؟ خلي الامل جزء من تكوين حياتك. يعني اصحاب امل. طول ما الشمس بتطلع في امل، صح ولا لا؟ طول ما الشمس بتطلع، طول ما ربنا طول ما النفس ده بيطلع في امل. طول ما ربنا هو ربنا طبعا في امل، هو حد كان يصدق اللي حصل في مصر وفي العالم بعد. ايه ده؟ خيال. في حاجه اسمها الامل. والوضع الحرج اللي احنا فيه في حاجه اسمها الامل. طب والامل ايه؟ الامل الناس اللي قاعده ايه اللي جايبهم دول؟ بيسمع مين؟ انت جاي ليه؟ لانك عايز تاخد حاجه ممكن تتحول ليه؟ الامل. الامل ده حاجه جميله جدا. ولما تلاقي نفسك مكتئب اقفل الموضوع اللي جنبك. طنشه شويه. هتصحى تاني مفيش. انتوا فاكرين ان انا ما بيجيليش؟ انا لما سافرت من مصر نزلت على لندن. والله يا بنات، والله يا شباب يا بنات، شهرين بعيط. يعني حتى فيكم عارف لندن كويس عشان انام بالليل مش عارف انام، مش عارف انام، ما بعرفش انام. ارق رهيب. طب هيحصل لي ايه؟ عشان انام انا كنت ساكن في حته اسمها هولاند بارك، امشي من هولاند بارك لبيكاديلي رايح جاي، مسافه مثلا زي مش عارف المسافات هنا زي زي مثلا من المهندسين لرمسيس رايح جاي علشان اتهد فاحط دماغي انام. بس صدقوا كل يوم كنت بصحى فيه عندي امل ان ربنا هيخلي بكره احلى. الامل. في ناس متشائمه بطبيعتها ممكن تغير الصفه دي. حاجه مش كويسه قوي. يعني اللي فيكم دي طبيعته يغيرها. طب وينفع تتغير؟ انا كنت يغلب عليا التشاؤم. انا غيرتها. الامل هيكون الخير ان شاء الله. ربنا هيفكها. دعوتين بس يا امي ادعي لي. بصي ام ابتسامه امي دي تعني امل. امي مش غضبانه. امي راضيه. امل. ده انا صليت النهارده الصبح. امل. ده النهارده ذاكرت احسن. امل. كل نقطة تحرك أمل. وكل ما يجي لك هوارس التشاؤم اطردها. هتقولي بس أنا كده هبقى عايش في الوهم والخيال غير واقعي. مفيش مانع إنك كل فترة تجيب ورقة وقلم وتقول المخاطر فين. لكن الغالب على حياتك أنا في أمل. دول خمس معاني حبيت أديها لكم. أنا مبسوط قوي إن أنا شفتكم. أنا بشكركم إن أنتوا سمعتوني بالهدوء. أنا مصرر بالإلقاع بالصمت الرائع دوًا. ده نعمة من ربنا عليا وفضل ليكم. أنا بحس بشكر جدًا إدارة الكلية على دعوتها. شكرًا للدكتور جدًا على الدعوة. إن شاء الله كل اللي بتدعوني أجيلكم. وفي بس في أسئلة. بس في شوية حاجات عايز أقولها. في طلب توفر. فأنا حابب إن احنا نتعلم وربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبر أمهاتهم وآبائهم عمرو طه العدوي ورميم مصطفى وكمان دكتور أحمد الأشقر. فربنا يغفر لهم ويرحمهم ويكتبهم من أهل الجنة. وبشكر اللي إداني الورقة دي. هي لفتة من إدارة الكلية جميلة إن هم يعني إن الإدارة مش الشباب اللي طلبوا. الإدارة هي اللي فكرتني. فأنا بشكرهم جدا. وكذلك بفكركم بأسرة صناع الحياة الموجودة هنا في الكلية. عمرو البهيه واسلام محمد ومحمود ومصطفى يعني وغيرهم شباب كتير اماني وكده. الحاجه الاخيره ان انا واعد ان شاء الله ان كل ما تطلبوا مني حاجه ليكم ان انا لازم اكون
حاضر في الوقت الهدوء بقى نختار بعض الاسئله مش كده؟ حضرتك راجل محترم جدا الله يبارك لك. السؤال يعني هو بس صدقني الكلمه دي اقول لكم حاجه بالنسبه لحضرتك راجل محترم جدا. انتوا عارفين اكتر الحاجات اللي بعتز فيها في حياتي ايه؟ ان انا مش فاهم شعب. يعني انا في ال 10 سنين اللي فاتت اتشتمت واتبهدلت وعجبت اتعمل فيا انا عمري ما شتمت حد ولا اتريقت على حد. فانا يعني بفرح قوي لما حد بعت لي كده يا سافر سافر احمد عبد المنعم فين سافر؟ راح فين سافر؟ طب ممكن وانا طالع منفذ الحلم اللي انت ده يشرفني ويسعدني هستناك هنا وانا نازل ايه اكبر مشكله في مصر حاليا؟ مفيش فيجن. فيجن مفيش رؤيه مفيش رؤيه واضحه للخمس سنين اللي جايه او للعشر سنين اللي جايه. احنا عايزين نعرف ايه المشاريع اللي جاهزه عند حضرتك واللي البلد محتاجه لها دلوقتي علشان طب البلد محتاجه حاجات كتيره مش مشاريع انا اللي هتمشي البلد انا ماسك جزء لكن المشاريع اللي موجوده حاليا مشروع محو 100 السنه الاولى احنا عايزين 120,000 امي يتعلموا ابتدى منهم 30,000 موجودين في الفصول الان بيعلمهم 12,000 متطوع من صناع الحياه اللي حابب ينضم للمدينه في ابلكيشن بره اللي عايز يشارك في المشروع ده. المشروع السنه الاولى تخلص بالامتحان بتاع وزاره التربيه والتعليم ان هم يجتازوا الامتحان هنعمل لهم حفله استاد القاهره ب 120,000 في مكان الاهلي والزمالك فتكون حاجه يا رب يعني المشروع الثاني مشروع المايكرو فاينانس معمول في الصعيد والقرى الفقيره والمشروع الثالث لمواجهه المخدرات توعيه ليركز على الصحه كنا عملناها قبل كده ايه ده كنا عملناها قبل كده فهنعملها ثاني في شهر فبراير فعايزين اللي يشارك معانا وايضا يملى الابلكيشن عشان هنعمل هنيجي نستاذن الجامعه هنا ممكن يبقى لنا بوث هنعملها في 20 جامعه وفي 5000 مدرسه فدي ايضا الحمد لله يعني دي بعض المشروعات. السؤال اللي بعد كده ازاي ابتدي اصلي واواظب عليها واعمل ايه في اللي فات؟ ما تعمليش حاجه في اللي فاتت لان يوم ما صليتي خلاص ان شاء الله كل اللي فات اتمسح. لكن ازاي تبتدي تصلي وتواظبي عليها؟ الصلاه قرارك انا هصلي. طب اصل انا ساعات بيفوتني الظهر والعصر فبقول خلاص فاتت مني فبزعل فخلاص طيب راح لا ما تناميش بالليل الا لما اصلي خمسه لا بس هيبقى راح عليا الاربعه ما فيش مشكله ما تنامش الا لما اصلي خمسه يعني ما تحطيش دماغك وتغمضي عينيكي الا لما انت عامله خمسه بعد شويه هتقولي خمسه تبقى قوي ان انا اعملهم قبل ما انام طب خلاص كل واحده في وقتها واخلص بعد شويه هتلاقي نفسي بزعل. عايز ابتدي الحجاب من فتره طويله لكن ليس لدي الجرأه. يعني اولا لا تجبري نفسك على حاجه انت مش قادره تعمليها. خدي وقتك. كل المطلوب ان انت تكوني من جواكي بتعملي اللي انت قادره تعمليه ومبسوطه وانت بتعمليه. وركزي على الحاجات الاساسيه على الصلاه على الأمور من ربنا على اجتناب أخطاء كبيرة وربنا بيدبر للناس وبينقلهم بطريقة يعني هنعدي بقى شوية ازاي اتعامل انا كشاب عندي فكره مؤمن بيها وعرضتها على دكتور مثلا واهملها او شاف انها غير ذات قيمه، هي اصلا ممكن تكون غير ذات قيمه، مش عيب انها تكون غير ذات قيمه، يعني مش معنى ان انت عندك الفكره انها اكيد ذات قيمه، ممكن تكون غير ذات قيمه، لكن اللي انت ممكن تعمله انك حاجه من الاثنين يا بتطور الفكره وبتطبقها واللي يقول لك انها غير ذات قيمه تقوم رادد عليه وتقول له طب اعمل ايه عشان تبقى ذات قيمه؟ فايه اللي اخدت كمان اتحركت وخدت عصايه فكره. ف
وتبدا تطورها وتنضجها، ومع الوقت تكتشف انها نضجت، وبعدين بقى تنضج نفسك عليها. ويجي لك حد بعد ما نضجت يقول لك لا ليست ذات قيمه، بعد ما تكون اختبرتها وسالت فيها رايح لحد تاني وتخطط على الابواب، وطب نكبرها ازاي، وتخش على النت وتشوف اللي غيرك عملوا ايه وتعيش وتنجح ان شاء الله. هل عندكم نفس تخوف كثير من الناس من سيطرة الجماعات الإسلامية على مجلس الشعب والشورى؟ أكيد في تخوفات، لكن هنشوف التجربة هتروح بينا فين، وهنشوف الأطراف هتتعامل إزاي في الفترة اللي جاية، وهيكون اختيار الأطراف اللي هتكون موجودة في مجلس الشعب هتعرض نفسها، وهتكون المصريين كلهم ولا لا، او هتعرض نفسها على المصريين ازاي، وهتقدم لخير المصريين كلهم ولا لفئه او طائفه. الحكايه دي هتحكمها التجربه اللي جايه. يصعب ان انا ارد عليها الان. سؤال خيالي، لو اصبحت رئيسا للجمهوريه حكمك هيكون مدني ام ديني؟ طبعا مدني. مش عارف حضرتك بتقول الامل، وازاي كل شويه مشكله مش عارف اقرا كويس بيتشنوا الامل معاها وهم شايفين ان هو صح. هو الامل مش هو بص يا جماعه، في ستيفن كوفي كان عامل حاجه جامده جدا، كان راسم دايرتين. حد فيك عارف موضوع الدايرتين دول؟ راسم دايرتين، دايره ضيقه ودايره واسعه. كويس؟ الدايره الضيقه دي امكانياتك انت، الدائرة الواسعة الظروف المحيطة. كويس؟ الدائرة الواسعة عامل منها أسهم عمالة تضغط على الإيه؟ على الدائرة الضيقة عشان تصدرها أكتر. كويس؟ متخيل الصورة؟ طب والدائرة الضيقة؟ جواها إمكانيات، عمالة تزق إمكانياتها عشان توسع الدائرة بتاعتها علشان تزق الدائرة الواسعة. أنت إيه رأيك؟ في ناس بتقول الدائرة الواسعة صعبة عليها، عمالة تزق فيها. وفي واحد بيقول عمالة أوسع في نفسي. أديكم مثلا، احنا كنا بنعمل مشروع اسمه مشروع انسان، تسمعوا عنه سنه 2009. ده كان علشان ناخد الاسر الفقيره نديلهم مشروع صغير بشرط ان ابنهم يرجع المدرسه. ابتدينا نشتغل. طب عايزين ندرب الشباب بتاع الصومال عشان يعرف المشروع ده يعمله ازاي، فرحنا لبريتش كاونسل ممكن تدرب لنا الشباب ازاي يعمل دراسه جدوى وازاي يعمل ريبورتنج. خدنا التدريب، نزلنا على الارض، جبنا الفند، اشتغلنا، عملنا 200 اسره، نجح منهم 80%، كبرنا بقى 500 اسره، هوب بقى في مشروع. كنا متسابين بيقول لك العبايه لما نجح. فاكرين انتوا 2009 وقال لك ده بيتعارض مع الالف قريه وكده، وقف مشروع. طب نعمل ايه؟ خلاص نقعد في بيتنا؟ لا، اتحرك، وسع دايرتك. طب نعمل ايه؟ طب احنا بقى عندنا كوادر شبابيه متدربه، تخيلوا عملنا ايه؟ رحنا فتحنا في ثلاث دول تانيين، السودان والجزائر وليبيا. عايزين نعمل مشروع عندنا. واشتغلنا هناك، وشباب صناع الحياه راحوا قعدوا سنه هناك، وانا رحت بعد في كل باب 15 يوم عشان ادرب على المشروع وعشان احفز المشروع. عملنا في اليمن، عملنا 6 اشهر قاعه زي دي، شباب وبنات متطوعين في اليمن يعملوا المشروع. حصلت الصدفه لليمن، وابتدينا المشروع، وابتديناه على 1000 اسره. كان مين عايز اقول ايه؟ عايز تستسلم للمعوقات وقف بيتهم، وقف بيتهم. لكن راجل وجدع ومصر بتنجح وعايز تسيب بصمه وعايز تبني وعايز تصلح في الحياه، ما تستسلمش من المعوقات. بقول لك على طريق تاني، يتقفل الباب ده تفتح لك باب تاني، يتقفل الباب ده وانت تخبط على باب تاني، يقفلوا كل الباب تقول يا رب يكون فاتح لك كل الابواب. ماشي؟ مش عارف. تفضل تسمية عم خالد بالدعاية الإسلامي أم المصلح الاجتماعي؟ أنا الحقيقة شغال في الاثنين، بس الفترة الحالية أنا مركز أكثر على المصلح الاجتماعي. حضرتك اتكلمت على قبول الآخر، فماذا نفعل لنجعل الآخر يقبلنا؟ حلو قوي السؤال. عايز ثقافة. والله فعلا كلامك اللي بعد السؤال ده بيفكر حلو قوي. في مشكلة.
انتوا واخدين بالكم ان فكره التعايش او القبول الاخر دخلناها في المدرسه. مفيش في المدرسه حصه اسمها قبول الاخر. ولو عندنا سمعنا خطبه الجمعه او وعظ كنيسه، ما اعرفش وعظ كنيسه، بس على الاقل ما سمعتش خطبه الجمعه بتتكلم عن القبول الاخر. وما خدتهاش حدوته قبل النوم، عمري ابويا وامي قالوا لي هحكي لك حدوته ازاي تقبل. الثقافه دي مش موجوده في المجتمع المصري. مش موجوده. لان المصريين كانوا مش متخيلين ان هم محتاجينها. موجوده في المجتمع اللبناني، موجوده في المجتمع البريطاني بقوه. لكن يعني حلها ايه؟ ثقافه البشر في المجتمع. ثقافه في المدرسه، في الجامعه، في النادي، في الجامع، في الكنيسه، في الاعلام. الاعلام للاسف بيعمق عدم قبول الاخر. فمحتاجه ثقافه، ما يقدرش عليها طرف لوحده. الله يكرمك ويعافيك. انا بحب ابتسامتك جدا. انا بشكرك جدا جدا او بشكرك جدا جدا جدا. وان شاء الله انا فعلا مبسوط يعني وقاعد كده بفرحيه شديده وسعاده شديده. وربنا يسعدكم ويبارك فيكم ويرضى عنكم ويجمعني بيكم على خير. وان شاء الله نتقابل بعد 10 سنين تقول لي انا كنت حاضر اليوم الفلاني وانا دلوقتي بعمل كذا وكذا وكذا. وربنا يبارك لكم يا شباب. مريم.